شهدت دولة الإمارات تحولاً اقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق على مدى العقود الثلاثة الماضية، بعد أن ركزت على استخدام عائداتها النفطية لتحديث البنية التحتية وخلق فرص العمل وتحسين المؤشرات الاجتماعية، حيث بلغت نسبة متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي في الدولة 5% سنوياً خلال السنوات 15 الماضية، إلى جانب نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بشكل مضطرد. وتستمر جهود التنويع الاقتصادي في الإمارات بهدف رفع حصة القطاعات غير النفطية من 70% إلى 80% خلال السنوات 15 المقبلة. سيشهد الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة تحولات اقتصادية ملحوظة، بما فيها المنازل الذكية والمصانع الذكية والمدن الذكية التي ستغير أسلوب عمل الحكومات والمؤسسات والأفراد على حد سواء. وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة ليس فقط للتكيف مع هذه البيئة الجديدة، بل لكي تصبح مركزاً للاقتصاد العالمي المستقبلي الذكي، عبر الانتقال إلى اقتصاد قائماً على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير. وتوفر رؤية الإمارات 2021 ورؤيتي أبو ظبي ودبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية التي أطلقتهم قيادتنا الرشيدة الركائز الأساسية واللازمة لتحقيق هذا الانتقال، الذي سيدفع باقتصادنا إلى مقدمة الركب التكنولوجي بحلول العام 2021، عندما نحتفي باليوبيل الذهبي لاتحادنا العزيز، ونأخذ بعنان اقتصاد معرفي يعتمد على مستقبل الرعاية الصحية، بتوظيف علم الجينيوم في مجال التشخيص وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والعلاج الطبي والطب الوقائي، مستقبل النقل والمواصلات باستخدام الحساسات الذكية في الحد من التلوث وتقنية الهايبرلوب للتنقل بسرعات فائقة، إضافة إلى حلول المواصلات ذاتية القيادة، مستقبل الطاقة والمياه بإيجاد وسائل لزيادة كفاءة الإنتاج بالاعتماد على تقنية شبكة النانو الكهربائية وشبكة الكهرباء اللاسلكية وإنتاج الطاقة الكهربائية من بلاط الأرضيات ونظم التبريد باستخدام الطاقة الشمسية. سيتم تعزيز منظومة الاقتصاد المعرفي ببنية تحتية مستدامة، حيث تحتل المطارات والموانئ والطرق الأولوية القصوى، بالإضافة إلى الحرص على توفير بيئة مستدامة قائمة على تحسين جودة الهواء وتطبيق التنمية الخضراء. وسيكون مستقبل التعليم قائماً على المهارات الحديثة، بالتركيز على حلول التعليم الشخصي في العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات. ومن هذا المنطلق يأتي ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017 بمثابة اللبنة الأساسية لبناء اقتصاد وطني مستقبلي قائماً على المعرفة. ومعاً سنواصل رحلة تطوير واستثمار نظام فعال قائم على الابتكار ونشر المعرفة.